بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: كنت ساحرا ورأيت في منامي أنني في قدر فيه ماء يغلي ويقول لي أسجد لله، وأن أحدا ويقول لي أحد أسجد لله، وجاء شخص يقول له أسجد لله، اسجد لله. نعم. وبعد أن استيقظت تبت إلى الله، فهل توبتي مقبولة؟ الحمد لله، هذه خير، هذا تحذير من الله وسبب خير لك، فتوب إلى الله، والله يتوب على من تاب. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فباب التوبة مفتوح، عليك بالتوبة إلى الله، وهذه الرؤيا سبب خير لك.